البيع بالمحلات يكتبون تفاصيلهم ومدري شنو اسعارها. ايه ايه هذا محلكم يا قواوي. بس يا ولد اتمنى اللي شغل الفارم يعرف يطفيها، مو بس يطلع زبة ويقول انا اشتغل ويوفى تشتغل وتنها تغتي. هو اللي جاءت هسه رجعنا. يا اصلا انا افكر واحد قلفت يصير بلدية صار علي يبو حاوي والله فك القناة حاوي حق افتحي. لك صار طاولة القاع رتبوا لي اياها القضاء يابا النجم. يابا واحد سوى شغلة قام يصحوا له بلدية دول. ما عليك يوسف، بقى النذر ما اشتغلنا، عاد نشتغل سوية. شو اشتغل بقى حتى لقيت الفوتوس فوكس، لقيته. لقيت فوكس، تعال فوكس أمك. هذا الكبير ما ادري شلونه. والله ما ادري طايفين بالتحديث هذول. ده 6 ابديت دايم 6 ستاكات. خلاص 6 ستاكات ونص. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. calculating اقول لك يا بعد واحد من عندهم نجيبه نخليه بمكان ياسين علي صوتك ناصي. اقول لك علمني واحد 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 من عندهم نجيبه من الفيلجرز نخليه يصير لايبرريان، يعني هذا اللي اعطيتني مندنج. اللي عاش لك. انا عندي اسوي باكر الصبح، انا اسوي باكر الصبح. لا استني بس لازم هذا نوخر مكان شوي بعيد. بقى انا عندي مكتبه تعال خذي. اوقف هذا اصلا، هذا اصلا عندك جايبيهم اصلا. جيب جيب ماكو بقيكم سنين. بقيكم منو هذا اللي انا سمائي جو بقى ابد للتاجر يا الله يعطيك مندنج، يعني لا تجيب واحد من تاجر يوم. شلون؟ هو صدق لازم اتاجر ويا اني هذا جيلت ايه با لا يعني لج يعني با سمو اللابراري ما يتغير اذا تاجر وياه. بس واسه شي يبيع شو بده واخر؟ سيبيع يبيع عنده مندينج. وات ذا شو بده فك واخر واخر واخر؟ بيع مندينج. اشتري منه اشتري منه. روح جيب الكتاب، روح جيب الكتاب بسرعة. شو راح تقرا عليه؟ حلوة. جيب لك كتاب شو راح تقرا ايش راح قالها؟ خرب دين الحظ خرب خرب راح اعقى عليه. بسم الله ياسين بس يا ولد يا ولد يا ولد ازرقهم بالفان ترى قوة جبناها ماني لك من نشتري بي لك ياسين حصلنا احسن كتاب بالدنيا. رزقكم احسن. انا عندي واحد فلاح مو كان عباس. اي هو هاي من عنده ايمرالد هذا انت بس بقى جيب سموها وين الكتاب؟ سموها جيب هذا فرقان في مزرعة المث؟ لك بس 24 ورقة جيب له ورق لا تجيب له ورق خلص بس طي ورقة خلص تعبك بس هالمزرعة عندي؟ تعال البيت هاي من النذر جبناها انا ويويو بس ندور ترى بس انا منه لك مو هذي يتم عمل مزرعة ذاك اندرمان ذاك اندرمان This is inhumane. هلا بكل بكل اقول لك ها دايرون تعال روح لياسر، ياسر عنده بق مال ايرون بس يبوق وياخذ.
لا والله انا مجمع والله رحت مو طلعت هاي مال نيجا اخذت لي 3 ستاكات من جوا ياسر قد ما يبوق فتح الباص وقام ياخذ منها خرايط من كثر ما ابوك صارت بشرتي سوداء يا ولد صوت عباس جيتري دايرون اياك كان خرايط اطلق عير في ايديك يعني فرقاها بالشغل ابو الصدق صوت مني؟ زين ما نكرفت هنال لو في صدق اوه هو رجع لي اللي ياخذ حلو قوي لكن لا ما عود نفسي يا ولد العالم يا ولد العالم مو يعلق لو بسمي انا ما يعلق بس يدخل فرقه انا شوي يصفن انه بيكمل اي صراحه بس التيج فرقة اطلع من السيرفر ما ادك تلعب روح ما ادك تلعب روح اطلع بالكل يا ولد من عند افران هوايه افران البركات الزهراء اوف افران بركات امك يا يا لا لا شرحكم من عند هواي انا افران شوي شتري بيتاسين بيتاسين شتري شاكو مو هذا الكابل ستون اريد احرقه اريد ريد ستون كابل ستون هذا الحجاره اريد اخليه بالفرن احرقه من ما شو كبر ولا واحد عنده باي باي يا ولد الله يرحمك افرم بركة الزهراء لقيته خوف شوفك بعد دمج المندق شنو فائدته نسيت غير احسن احسن تطويره نايس اقول لكم شو اسمه فرقام لا تدوس على الكعبه ما راح تلطخها يا ودي كابلستون كان هو هواي خير من الله هي شنو صفطتو خيل عليه دجاجي خرب الله قاموا يطفرون على المزرعه وين هذا؟ وهم مركز علم فرقاكم بس بالمي اقول لكم ضرب علي ماتي والله قلت له يوم عاودين نلقاه كنات امي والله شفت شفت فرقاني كان قمص قلب راح يا ولد هذا رجع لندرمان لا شدنا عماله ايه ده احكي باللعبة عشان ايه دايح تعال تاخر اكتر هذا اللي ندمون يا ولد داكو يا ولد ها شنو هذا؟ ايش سويته بابنهم؟ يا ولد لحظة لا شك لحظة شكو شكو بس يبغاكم تغلوا لا 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 مطايز مايل اغبياء ثول ابن المطايز سدوه شافكم راح يضرط ياسين نزل قم ياسين انت تحتاج هذا مو انا ترى احتاج اثنين فيلجرز هذا هذا بعد تبيع مندنج يا واد يا واد امولد من عنده امولد يوري يوري نامو نامو واذا اقول لك لا باب اطق مو كنا مجمعين امولد وين واحد اطق اطق الدايموند اللي عندي اقول لكم مو كنا مجمعين امولد وين ياسين بس لا تبكي لا تخاف ما راح اخليه يطير اقول لكم خنام اني قمت اخاف من الوحوش فرقان 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 يقول نام وما حد يرد ياسر يقول اها ايه عباس لا 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 شنو؟ منفعله عند شيدي صاحبي يلعب مرتب
اي والله. فقان كيمياوي كيمياوي فول متل الكيمست. ماشي والله وخر وخرتي وخفقان يعني. ليش 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 شلونك؟ حاضر. شو رقم راح ادير لافا شكو؟ نيجا اكسبت هز فيت. شبيك شبيك شكو؟ لك يلعبون باركور دولي؟ اوكي. هذا مال ياسين ما يثرب شغله بالفام. راح ابوق من ياسين شو اسوي؟ ابر الله ياسين ورا بالنا. هذا ياسين حاط هذا يقطع عليه فران. يطردوني انا بنفسي بالسيرفر يطردوني. قال لك قال شلون شو ما تعطينا اكس بي شنو هي؟ رياله؟ ياسين لا تدري زرابك بيها. ياسين ايش سويت؟ يا هو ياسين شوف 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 باب ياسين شوف اي شغلته بس. لا لا مو هيك مو هيك معود. لا 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 لازم تشغلها بالترتيب. يا هو الترتيب لا لك هاي تطفيها. ما دي يطلع اكس بي لوك. يا ولد صدق تحكيون؟ صدق؟ ما كنت تبقى تشتغل؟ فرقان بيصلي من نص عقب واحد يشد له شيء. لا اكو ليفل ثالث، وين الليفل الثالث هو اصلا؟ فرقان ياسين ياسين تعال ياسين ياسين وين رحت تعال؟ جستات والله اضربها اضربها. ماكو مدير ياسيني معود ياسيني معود. انت شفت شلون شغلها لو لا؟ شفت شلون شغلها؟ شغلها فوق. تعال ياسين تعال بروح امك. تعال بروح امك ميك. امك امك هاي تعال بس فرقان اصبر. يابا انت شلون شغلها بالترتيب؟ اول ليفر ثاني ليفر ثالث ليفر شلون تطفيها؟ ثالث ليفر ثاني ليفر اول واحد هيك قبل. اوكي بس انت شو مشغل؟ خرب لازم بالترتيب. والله شوف والله بس لازم ينزل اخير شيء ما ينزل ثاني شيء. يعطيك اكس بي يعطيك. لحظه لحظه هذا مدى يعطي مدى يعطي مدى يعطي اكس بي هسه اعطي اعطي. لا اي لازم بالترتيب لازم بالترتيب يا معود. ما يصير هيك شيء. شوف فرقان شوف شوف انا اقول لك انا اقول لك ياسين روح وقف الثانية وحدة روح وقف ثاني كان طفيته توني بس على الثانية وحدة طفيها. طفيت على يمي طفيت يمي فرقان فرقان اصعد فوق طفيها وشغلها. اشتغلت ياسين شغل يمك شغلته. ماكو لا يوسف حق تمي والله ما ادري سويت يا ولد يعني. انا خابر يا اقول لك لازم توقف هنا ترى هنا واقف انا هنا
طفون طفون. ايش عليه يا اخي؟ ياسين خربها، ياسين خربها. اقول لك هاي قلت شلون شغلها؟ ايش بدها تعطي اكس بي؟ شلون شغلها؟ ايش الازعاجات؟ ياكم يا ولد شغلناها بس ما ادري تطلع اكس بي ليش؟ هذا شرد انت طالع، لان انت طالع و شو اسمه ماكو؟ مو؟ لك شرد، شلون شلون اجيبه؟ اوكي هسه وين التايتن؟ شلون اذا بدي اطلعه وتحطه؟ لك فرخاء اكفر؟ لك شرد؟ ما ادري تربطه بالحبل. وقف وقف فرقان فرقان، تعال تعال وقف. لا 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 تكسر لا تكسر لا لا تكسر لا تكسر لا تكسر. طفو 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 يا ولد، فهمت فهمت شو اسمه؟ طفو يا ولد يا ولد اركب. ركبه ركبه لين هو طلع. ايش بيكم دا اقول لكم في شيء انه بالموضوع؟ ركبه ركب؟ اي لا فرقان طلع يمه. ركب تقدر حاول تطببه وسد علي قبل حتى لو يلفوه. لا ما اقدر، اقدر ادفع، اقدر ادفع بس. هسه هذا شلون عل لا اله الا الله شنو هل استدنا من ديك الصفحه؟ وما لهم فايده مثل عشيرتك. شب عشيرتي تسواك وتسوى راسك الله فوق قندر زباله. شب شكو يتم التزنج. يب اي ها ما حد نوت مي. ليش ما سوي هيجي؟ فرقان ليش حطيت طيزك هنا؟ ما يحتاج انا اسد. اي شو ماكو؟ اقول لك فرقان فرقان انا اقول لك شلون ندخل ندخل المزرعه تدفع ونسدها. جربت بالها ما صيد حسن؟ عندي سكه يمكن، وعندي هاي تقدر؟ جرب. راح تعال حبل تعال غبي تعال شيل تعال. لازم تقمز لازم تقمز لازم تقمز لازم تقمز. اول مرة فرقان فرقان وقف بس اطب بس اطب للمزرعة خلي واحدة من ذن. خلي قفتك يا كلب. كسر كسر حلو
بس انا شلون اطلع؟ هيجي طلعت. اوكي هسه بس المفروض اخلي السيد حد يشتغل. اه شنو؟ الو ها يويو سويته سويته خبيت جوا وسويته بلا ما ضاع الفيديو. لا لا يا تصار ها دقيته رحت الفرج جربته وجبته وياي. اي ماشي ادري ادري اعرفها اعرفها اللي اسمها كومبوستر هاي عندي سويتها بس خلعبه. الكمبوستر الكمبوستر خليه يشتغل كفلاح. جد حلو محمد خلاني افتح بث وما ادري باو اصلا. لازمك دعوه صار لي نص ساعه. لا لا لازمك دعوه لازم نخلي بيها مي مو بس ست ثواني بتفاتح بث لك مو دعوه بالجروب نانا بالبلاي دسيت لك هذا سجل دعوه ما تلوخ تلقاني فاتح بث شبيك طبعا على المجموعه تلقاني فاتح بث طبعا اكو خطوه نسوي خليها بس بوتيتا بس اذا جاب المجموعه تلقاني انا فاتح بيت طبعا مو فايل تلقاني اي اي اوي مسوي متصل بطاطا صار لي ساعه هو على اليوتيوب واقف على الحائط عبارة طاب كريتيف فرقان هذي فرقان فرقان انا متاكد هاي لازم اخلي بيها مي انا متاكد حسين شو حط بيطين حسين اها هاي سويته بس ما بلوخ لما اطلع اني لازم واحد موجود شو يسوي يفلش من الجهه اللي يسوي ومثل ما هي كانت موجوده يرجعها بس شنو ياخذ الترايدنت من القاع والشمال ما تلخ عيد عيد شنو؟ الترايدنت اللي مشمو لازم واحد موجود بالسيرفر شامره حلو؟ اي فما تلخ من اطلع اني اذا تلعبون وحدكم تفلش من الجهه اليمنى العفو تفلش على الشم كابل ستون واكو مثل الاوبسيرفر تفلش اهمية تخليه مثل ما كان هو تاخذ التايدنت الشمال مات اللخ وارجع مثل ما كان تشغلها وتشتغل بس لازم موجود انت تقول الاكس بي وين يجي اذا هو اصلا طالع فرقان جيب لك كم بوتيت هاي بعدين ما كلمة الفام هو ما طيز اذا فهمت انت اصلا بس يلا عاد 11 فرقان فد 22 بوتيت هاي انا بس اجرب الاوتو فارم بعدين ارجع له النوم جاي تمطر مطر خير والحد لا محمد بداخل عبث شنو شفت فرقان مطر عشان عشان ما بيني فرقان شو علام علي اتوقع راح يبدي يشتغل ايه يا واد نجيب هذا اللي ايش اسمه هذا اللي يشتري واتن فلاش ويعطينا مولد طبعا هسه اذا اكسر الباب ما حد يقدر يشدمونها كلهم ساتن يعني ما حد بس جيب لي شموع خاطر اشمعنا ما بشي اذا بومبي جيب طب هاي طب تحتاج
هم عندي اثنين فلاحين اقول لك ياسين هاي اللي حاطها انت ما كتب شنو هالشغل هذا يسوي لك مال كتب قصدك مال الخرايط اي لا لا اكو وحده مال كتب يم الفارمر ها هي تخلي يصير لايبريريان يبيع التحديثات حلو منو عنده بلايز رود هذا من تكتر بلايز تحصله والله ما هذا حصلنا انا يو يتأكد من غراضه اقول لك ايش اسمك فرقان هذا قام يطلع شغلات خضراء من جسمي يعني سوى يعتبر فارمر الفارمر ايه حلو هذي كنز ربي هيك العادة لازم نستخدم ما عندي بعد اكو خطوة بعد اكو خطوة لازم اسويها فرقان احتاج اجيب اقول لك خل نروح ننام اسويها تعالوا هنا لما يصير عندك فارم اكس بي فرقة هذا يشتغل هذا يشتغل لو شنو دي يشتغل لو هو هيك بس هو وين اللي هنا اقول لك انا ما حاط لصنه دي اوقف خلي اكمل الفيديو لازم خلينا نصب ذنه بس صبرك علي فرقا لحظة فرقان هاي طلع على بالنص لازم اخلي بيها مي طلع هذا اللي يفتر اوقف فرقان هاي بالنص لازم اخلي بيها اوه والله زرع بس فرقان هذيك لازم اخلي بيها مي انا خليت بيها بوتيته من عنده سترينج شنو هاي السترينج كلها قويد بالقاع اقول لكم خيوط سترينج وينهن اوقف سترينج شوف بالصناديق ما يمكن عندي واجيب لي شاف رقم بالله شوف له اي شوف خليت له مي بس المفروض بخرك اكسرها بس جيب اي شوف فرقان صارت عندك حسين ولا لا متاكد عندك حطيت مي اي اجي اقدر اسوي فلاحين لازم اسوي ثاني لهذاك بعدها ما طالعه وين يوديها بس انا لازم اشتغل بدي شغل ثاني ايه يعني مو اسمه شفت الفيديو لازم اكمل الالية اللي مشتغل عليها الولد والله فرقان بس افتح الصناديق اكو سكة مال حديد وحدة سكة حديد وحدة لقينا بس الف مرة متنا اوقف حطيت لهم عم ينامون هابر بصف هابر وجوا هابر ويم صندوق اوقف هاي شوية السالفة خطرة لان يجوز يطلعون
ما اتوقع يشرد، ما اتوقع. لا موجوده موجوده موجوده، اخذت مال ياسر كله، لازم اسوي هيك شيء. ويو فور ذا وات بريكينج 3 فلايم 1 بانش 1 با 3 انفينيتي 1 شيش. فرقان عندك شفل؟ لازم نسوي انفل. شو نسوي انفل؟ والله شفل شفل. اي هذا شفل. من خليت له مي قام يشتغل شغله، بس احتاج اخلي وحده ثانيه عمود هذا الثاني يشتغل وياه. يعني الوحده بس العامل واحد، وما ادري اذا يزرع هذا لا، بس انا شفته من طلع زرع. ما يفيد والله. حسين تعال اخذ هذا قديم ماتي واخذه بالعافيه. شنو؟ هاك هذا كفو. هاك 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 تعال تعال جي جي اشتيدك. مال ياسين حلوة وسريعة، بس شنو والله عاد واحد يلمه المال يخلق. اها اي واحد يدخل الا له اي واحد الا له شبيك الا الهو الا الهو الا الهو هوز. The home must be up. ما بيسوق تاتش. وقف هسه هو قال هابر. وقف على بقى الفيديو هابر. صدق؟ الا الا سوي. شو تتوقع؟ اقوى كفره بشارع ابو طيار. اخلي تشست صغير لو كبير. يا هذا بتقي شنو محمد تقي حاصل طيز يلعب عربي.